بالنسبة لتوتنهام اللي حصل في توتنهام ومورينيو برا وريان ميسون عن 29 سنة بقى مدرب توتنهام، الكلام ده يمشي في توتنهام ولا قرار غلط تماما؟ يعني التوقيت صعب جدا، لكن اللي انا عرفته ان اللعيبه طلعت لدانيال ليفا واشتكت له من طريقه معامله مورينيو، وان هو خسر اوضه اللبس، خسر اللعيبه وخسر اللعيبه الكبار. فكان قرار دانيال ليفا ان هو يعمل التغيير دلوقتي. الغريب ان هو بس غير دلوقتي بواحد على 29 سنه وعمره ما يعني يمسك فيها زي توتنهام. صعب، صعب جدا، صعب جدا. يعني حتى لو انت عايز تمشي مورينيو، انت لسه عندك بتحارب ان انت تلعب في اوروبا، وفي نفس الوقت لسه عندك ماتش الفاينل بتاع الكاس. قرار غريب جدا من دانيال ليفا، ملوش اي تفسير عندي الا ان هو معهوش فلوس يجيب مدرب تاني جامد. يعني هو عنده مشاكل ماديه كتيره جدا، وبيتعرض لهجوم كبير جدا من الجمهور النهارده عشان السوبر ليج. ما عنديش اي تفسير ان هو ما جابش مدرب كبير حتى لو مؤقت. يعني عندك في مدربين مش شغالين دلوقتي تقدر تجيبهم تبني عليهم، يعني او حتى تجيبه بس ال 7 ويكس دول وخلاص. زي ما ابراموفيتش كان بيعمل في تشيلسي، جاب هيدينك وجاب رافا، جابهم جامدين مؤقتين يبنوا له السنه الجايه. وفي عندهم مدربين كتير قطر، هم برضو مدربين كويسين كده طبعا. يعني ممكن يجيب حد من مثلا زي مانشستر يونايتد ما عمل مع سولسكاير لما جه مكان مورينيو. يعني